بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 33 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلعها هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. الله، أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من ليبيا. باعث الرسالة أحد الإخوة المستمعين من هناك، يقول: أخوكم في الله علي محمد إبراهيم. أخونا علي يسأل ويقول: أبي سائق شاحنة، ومنذ زمن كان عائدا من السفر، فتعلقت بالشاحنة من الخلف بنت صغيرة، فاصطدم رأسها بحديد الشاحنة وتوفيت، فهل على أبي شيء في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة النظر في الحوادث وما يترتب عليها، حوادث السير وما يترتب عليها من وفيات أو إصابات، مرجعها إلى المسؤولين وإلى القضاة في المحاكم، ولكن بحيث القاعدة العامة إذا كان للسائق تسبب في الحادث ولو بنسبة ضئيلة فإنه يكون عليه الكفارة، لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا، إلى قوله تعالى: من لم يجد فصيام شهرين متتابعين وتكون الدية على عاقلته، لأن دية الخطأ على عاقلة القاتل، وأما الكفارة فهي عليه. وأما إذا لم يكن منه تسبب في الحادث وليس عليه أي نسبة من الخطأ فليس عليه شيء، الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا أيضا ويقول: هل يجوز الاستماع إلى شريط من القرآن الكريم والمستمع مستلق على الفراش للنوم؟ لا بأس أن يستمع القرآن وهو مستلقيا، وهو مستلق على ظهره أو على جنبه أو قاعدا أو قائما أو ماشيا، وكذلك قراءة القرآن لا بأس أن يقرأ القرآن ماشيا وقاعدا ومضطجعا وعلى ظهره، خير ذلك. كل هذه أحوال لا تمنع من قراءة القرآن ومن استماعه، وفي هذا خير للمسلم. جزاكم الله خيرا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ الإخلاص 80 مرة بني له قصر من الذهب في الجنة. هل هذا الحديث صحيح؟ لا أصل لهذا الحديث فيما أعلم، وقراءة سورة الإخلاص فيها فضل عظيم، بقوله صلى الله عليه وسلم: إنها تعدل ثلث القرآن، يعني في الفضيلة، ففضلها عظيم لما تشتمل عليه من صفات الله سبحانه وتعالى. ولأن رجلا كان يقرأ بها في صلاته ويكثر من ذلك، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءته لها ومداومته عليها، فقال: إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حبك لها أدخلك الجنة. فهي سورة عظيمة بلا شك. أما ذكر هذا الحديث وما فيه من المضاعفات، هذا لا أعلم له أصلا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى قبضا وسدلا، وما حكم صلاة السدل؟ جزاكم الله خيرا. الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه كان يقبل كوعه الشمال باليمين ويضعهما على صدره صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هذا هو أصح ما روي عنه صلى الله عليه وسلم. وأما السدل فلا أعلم عنه شيئا، ولم أعلم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي ثبت ونقله من شاهدوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مثل وائل بن حجر وغيره، أنه كان يقبل يده اليسرى بيده اليمنى ويضعهما على صدره صلى الله عليه وسلم. وأما السدل فخلاف الأولى، قبض اليدين على الصدر ووضعهما على الصدر هذا سنة من سنن الصلاة الفعلية العملية، ولو صلى وهو سادل يديه صلاته صحيحة، لكنه تارك بفضيلة من فضائل الصلاة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الأخوة المستمعين يقول:
يقول سين مين سين يسأل عن رجل توفي وله 3 بنات ولم يقسم بينهن الميراث وحينئذ كان لهن ابن عم ويقول إن له في تركة المتوفى فما هو رأيكم جزاكم الله خيرا. نعم البنات الثلثين قوله تعالى فإن كل نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك والباقي يكون للعاص فإذا لم يكن هناك عاص أقرب من المذكور فهو ابن العم فإنه يكون لابن العم وإن كان هناك عاص أقرب منه فالأخ الشقيق أو الأخ الأب أو العم الشقيق أو العم الأب فإنه يكون للعاص الأقرب لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها أما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. نعم جزاكم الله خيرا. يذكر في نهاية الرسالة في شيخ صالح أن لهن أم نازالت على قيد الحياة فالأم لها السدس والبنتين الثلثان والباقي لأقرب عاصب كما ذكرنا. أم البنات لها الثلث الشيخ صالح أو تقصد أم المتوفى وإذا كانت أم البنات إذا كانت زوجة للميت عند وفاته لم يطلقها إذا توفي وهي في عصمته فلها الثمن. بارك الله فيكم. الرسالة وصلت إلى البرنامج من حائل باعثها مستمع يقول خالد محمد. الأخ خالد يسأل ويقول ما حكم نظر النساء إلى الرجال بخفية وهم لا يرونهن؟ مسألة فيها خلاف. إذا كانت تنظر الرجل بشهوة فهذا حرام قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن فلا يجوز لها أن تنظر إلى الرجل بشهوة لأن ذلك سبيل إلى الوقوع في الفاحشة. أما النظر المجرد عن الشهوة فهذا محل خلاف وكل ما غضت بصرها عن الرجال هو أحوط لها وأبرأ لها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل حكم مشروعية الحجاب ألا ترى المرأة الرجل أم لا يرى الرجل المرأة؟ مشروعية الحجاب أن لا يرى الرجل المرأة هذا لما في ذلك من الفتنة لأن تستتر عنه. أما كونها تراه هذا على التفصيل الذي سبق إن كان لشهوة فهذا لا يجوز قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أما إذا كان لغير شهوة فهذا محل الخلاف والأحوط أنها تغض بصرها مهما أمكنها ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماذا يقال لمن تقول إن الحجاب شرع لكي لا يرى الرجل المرأة وتقول نظر المرأة للرجل سرا أو جهرا ليس فيه حرج؟ حصلنا الكلام فيه. نعم لا حاجة إلى إعادة. بارك الله فيكم. إذا ننتقل إلى المدينة المنورة عبر رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوات المستمعات تقول أختكم أم عبد الله. أختنا تقول موطني مصر وأنا والحمد لله أقيم في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولله الحمد والمنة. تسأل فتقول هل مساحيق التجميل للزينة للزوج فقط فيها تغيير لخلق الله ولو كانت تجوز وضع هذا الزوج؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس باستعمال المساحيق للزينة إذا كان الغرض منها التزين للزوج ولا تخرج بها للأسواق وتفتن بها الرجال إلا إذا كانت هذه المساحيق مما يتجمد على الجلد ويكون له كثافة تمنع وصول ماء الطهارة إلى الجلد فإنها لا يجوز استعمالها في الأيام التي تجب عليها الصلاة فيها. أما في أيام حيضها أو نفاسها فلا بأس أن تستعملها. جزاكم الله خيرا. ما الواجب على المرأة بعد الصلاة والأذكار وحفظ القرآن والصدقة وقيام الليل وقراءة الكتب الدينية وطاعة الزوج إذ أنها تقول عن نفسها أنا دائما أبكي وأخاف أن يذهب هذا هباء فأرجو منكم أن تعلموني كيف أوفق في حياتي الدينية والدنيوية لأنني لا أشعر بلذة في الحياة من كثرة خوفي والشيطان دائما يوسوس لي أنني من المنافقين والعياذ بالله. وجهوني جزاكم الله خيرا. الواجب القيام بحقوق الله سبحانه وتعالى الواجبة وكذلك القيام بحقوق المخلوقين. الحقوق الواجبة لله أو لعباده لا بد من القيام فيها وأما الحقوق المستحبة لله تعالى أو للمخلوقين فإن العبد يأتي منها ما تيسر له وإن تركها فلا حرج عليه أو ترك بعضها وعلى المسلم أن يتقي الله ما استطاع لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فمن اتقى الله حسب استطاعته فإن الله يسامحه فيما لا يستطيع ولا يقدر عليه قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وعليك بحسن الظن بالله عز وجل وعدم اليأس وعدم القنوط وعليك بتعوذ من الشيطان الذي يوسوس لك في ضيق الصدر
والخوف الزائد عن المطلوب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان لأحد أقرباء وتوفي وهو يصلي ويصوم ويزكي لكنه يدعو غير الله، فهل هذا تجوز أو يجوز الترحم عليه؟ جزاكم الله خيرا. وصاحب هذا السؤال هو المستمع أبو حسام الدين. إذا كان يدعو غير الله فهذا مشرك شرك أكبر، لأن الدعاء هو أعظم أنواع العباد، فمن دعا غير الله فقد عبد غير الله، وبذلك يكون مشركا الشرك الأكبر كي يخرجه من الملة والعياذ بالله. ولو صلى ولو صام ولو أدى الزكاة فإن هذه الأعمال لا تنفع مع الشرك الأكبر. قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا ينفع مع الكفر والشرك طاعة ولا عمل، لأن عمل الكافر مردود عليه. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذي يدعو غير الله يعني يستغيث بالموتى ويذبح للأضرحة وينذر لها وغير ذلك مما هو واقع في كثير من البلاد مع الأسف، هذا شرك أكبر ولا تنفع معه الأعمال، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبالتالي لا يجوز الترحم على هذا الميت ولا الاستغفار له لأنه مشرك. الله تعالى يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ومن مات على الشرك فإنه من أهل النار فلا يجوز الاستغفار له. جزاكم الله خيرا. يوجد رجل مقطوعة يده اليمنى من قرب الكتف والباقي يده اليسرى، فكيف يتوضأ ويتيمم ويصلي؟ جزاكم الله خيرا. يغسل الباقي، يغسل اليد اليسرى، وأما اليمنى فقد ذهبت وليس عليه فيها شيء، إنما يغسل اليد اليسرى الباقية. جزاكم الله خيرا. عندي أخ أكبر مني يبلغ من العمر حوالي 27 عام، سليم في خلقته وتصرفاته، لكنه لا يعرف يحسن الصلاة مع أنه يصلي كل وقت حاضر، لكن يصلي كما شاء، فمثلا الصبح يصلي ركعتين أو ثلاثة أو أربعة، والظهر كذلك، وباقي الصلوات. كيف تنصحوننا حيال هذا الرجل؟ وهل نزوده أو لا؟ جزاكم الله خيرا. الصلاة لا بد أن تؤدى على ما شرعه الله سبحانه وتعالى عدد ركعاتها وفي أوقاتها ومع جماعة المسلمين. صلاة الصبح ركعتان، وصلاة الظهر أربع ركعات، صلاة العصر أربع ركعات، صلاة المغرب ثلاث ركعات، صلاة العشاء أربع ركعات، لا بد أن تؤدى هكذا. وفي حالة السهر، في حالة السهر يقصر الرباعية إلى ركعتين، صلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء يصليها ركعتين. هذه هي الصلاة المفروضة، والأمر ليس راجعا إلى اختيار الشخص أو ذوقه، يصلي كيف ما شاء ومتى شاء، بل يصلي كما أمر الله سبحانه وتعالى. إن الله تعالى يقول: وأقيموا الصلاة. وإقامة الصلاة الإتيان بها على ما أمر الله سبحانه وتعالى به من غير زيادة ومن غير نقص. أما هذا الرجل الذي يتلاعب في صلاته لا يتقيد بعدد الركعات ولا يتقيد بالأوقات، ولكن غير صحيح، فكأنه لم يصلي، بالتالي لا يجوز تزويده وهو على هذه الحالة إلا إذا تاب إلى الله عز وجل ورجع إلى دينه رجوعا صحيحا وحافظ على صلاته محافظة صحيحة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة، يقول: حامد ابن قيدوم سوداني، يقول: كنت يا فضيلة الشيخ أشتغل مع رجل في الحلال وصمت معه رمضان، وعندما أتانا عيد الفطر قال لي الرجل: أنا دفعت فطرتك مع أولادي، هل يصح ذلك وهل سقط عني الواجب؟ جزاكم الله خيرا. إذا لم تكن وكلته في ذلك وأمرته بذلك فإنها لا تجزي عنك، لأن إخراج الفطرة إخراج صدقة الفطر عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأصل أن تخرجها أنت بنفسك، ويجوز لك أن توكل من يخرجها عنك. فإن أخرجها أحد عنك بدون إذنك وبدون توكيلك فهي لا تجزي. جزاكم الله خيرا. لقد سافرت يا فضيلة الشيخ من بلادي ولأجل كسب العيش. لو سمحت إلا إذا كان الذي يخرج الفطرة عن الغير ممن يقوم بمؤونتهم. إذا كان الذي يخرج الفطرة عن الغير ممن يقوم بمؤونتهم فقيم البيت أو الوالد أو الكبير من الإخوة الذي يعول من في البيت، فإنه يخرج عن نفسه وعن من يمونه من أهل بيته. جزاكم الله خيرا.
يقول: لقد سافرت يا فضيلة الشيخ من بلادي ولأجل كسب العيش، وعندما سافرت لم أحدد أي موعد للرجوع لأن الأعمار بيد الله، ولي والد ووالدة وزوجة ولي أولاد، واستشرتهم في السفر وكلهم وافقوا، ولكن طال الغياب لمدة 4 سنوات وأنا أرسل لهم النفقة في كل عام، ما الحكم في هذه الغيبة الطويلة وماذا أفعل إذا رجعت؟ هل يلزمني شيء؟ جزاكم الله خيرا. طول الغيبة وقصرها حسب ظروف الإنسان. فإذا كنت لا تستطيع الذهاب إلا بعد مدة طويلة لكونك مشغولا بالكسب من أجل أن تنفق على نفسك وعلى من تمون، أو من أجل تسديد ديونك أو طلب الرزق المباح، فلا بأس ولو طالت الغيبة، إلا إذا كان لك زوجة فإن الزوجة لا تتحمل الغيبة أكثر من 4 أشهر إلا إذا سمحت لك بذلك، أو كنت في حالة لا يمكن الذهاب إليها فأنت معذور. على كل حال طول الغيبة وقصرها بحسب ظروف الإنسان، إلا إنه إذا كان له زوجة فإنه لا يغيب أكثر من 4 أشهر إلا إذا سمحت له، إلا إذا كان له عذر يمنعه من الرجوع في مدة قريبة فإنه يعذر ولو طالت المدة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كأنه يشك في الأمر أنها باقية في عصمتها أو لا، إذ يزيل السؤال فيقول: ما الحكم بيني وبين زوجتي؟ الحكم أن الأصل بقاء الزواج، الأصل بقاء الزواج والنكاح ما لم تكن فسخت عند الحاكم الشرعي لمبرر شرعي، وإلا فالأصل أن العصمة باقية وأنها زوجتي. بارك الله فيكم. المستمعة من الخرج بعثت تسأل وتقول: ما حكم قراءة البسملة قبل قراءة القرآن؟ مستحبة قراءة البسملة قبل السورة، مستحبة. ما حكم ترديد عبارات الاستحسان وراء قارئ القرآن عندما يختم كل آية؟ هذا لا يجوز، يعني رفع الصوت بكلمة الله الله أو ما شاء الله أو كما يفعل في بعض البلاد، لأن هذا يتنافى مع الإنصات. الله تعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وكذلك هذا يبعث العجب في نفس القارئ قد يحمله على الرياء والعياذ بالله، فهذا أمر لا يجوز. جزاكم الله خيرا. المستمع عوض محمد مصري ومقيم في الجيزة يقول: ما الحكم في تقاضي الأجر على قراءة القرآن، وهل يجوز اتخاذ قراءة القرآن حرفة للتكسب؟ لا يجوز هذا، لا يجوز أن يتقاضى الأجر على قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن عبادة، والعبادات لا يؤخذ عليها طمع دنيوي، بل يطلب فيها الأجر في الله سبحانه وتعالى. إنما الخلاف في قضية تعليم القرآن، أخذ الأجر على تعليم القرآن، تدريس القرآن، هذا لا بأس إذا كان محتاجا على الصحيح، إذا كان محتاجا وليس له مورد ويريد أن يتفرع لتدريس القرآن فلا بأس أن يأخذ مرتبا أو إعانة تمكنه من التفرغ لتدريس القرآن. وكذلك أخذ الأجرة على الرقية لا بأس بذلك، أخذ الأجرة على الرقية لا بأس بذلك، لأن الصحابة أخذوها وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. جزاكم الله خيرا. يسأل فضيلتكم شيخ صالح عن حكم صيام رجب أو بعض أيامه، وهل هو مستحب؟ إفراد رجب أو بعض أيامه بصوم هذا لا يجوز، لأنه بدعة، لأنه لم يثبت في رجب خاصية على غيره من الشهور، فتخصيصه بالصيام أو تخصيص بعض أيامه بالصيام هذا يعتبر من البدع. أما إذا صامه تبعا لغيره، أو كان من عادته أنه يصوم 3 أيام من كل شهر، أو يصوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، فلا بأس أن يصومها من رجب وغيره، إنما الممنوع هو أن يخصص رجبا بصيام دون غيره. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المملكة الأردنية الهاشمية مستمعة تقول المرسلة منال تسأل فضيلتكم فتقول: هل صحيح أن أرواح الأموات تكون عند قبورهم يوم الجمعة وليلتها؟ الله أعلم بذلك، هذا ما لا يعلمه إلا الله، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم دليل على ذلك، وهذا من أمور البرزخ التي يتوقف القول فيها على دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. من خلال نافذة منزلنا أرى القبور فأسلم على أهلها، هل يردون السلام؟ السلام عندما يرى الإنسان القبور هذا مستحب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما كونهم يردون أو لا يردون هذا يحتاج إلى دليل. جزاكم الله
خيرا، هل يجوز أن أعتمر عن والد المتوفى؟ نعم، لا بأس بذلك إذا كان الولد قد اعتمر عن نفسه أولا. شرط في النائب أن يكون قد اعتمر عن نفسه أولا أو حج عن نفسه أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سمعه يلبي عن غيره قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن فلان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعين الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا.